صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 72 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره شؤون البلديات والزراعه وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعه جاء فيه يعين السيد جعفر سامي جواد التاجر مديرا لاداره الانتاج الزراعي المحلي في وزاره شؤون البلديات والزراعه